يعني الخبرين ربما اللي كانوا يعني خاصين بالحكومة وبجلسة مجلس النواب الهامة غدا، واللي يعني إلى حد ما تم الاتفاق خلاص والإعلان عن منح الحكومة الجديدة الثقة، وكمان المؤتمر الصحفي والاجتماعات اللي عقدها رئيس مجلس الوزراء النهاردة، ده الاجتماع الثاني. بس عايز أقول لحضراتكم أن رئيس مجلس الوزراء كل أسبوع مع اجتماع الحكومة هيعمل مؤتمر صحفي، وده هيتكلم من خلاله مع السادة الصحفيين ويجاوب على أسئلتهم. خلونا بقى نروح خبر اللي من الصبح كل الناس عمالة تتكلم بعضها عليه، تعطل المحافظ الإلكترونية لبعض شركات الاتصالات والبنوك. تسبب العطل ان ما يظهرش الأرصدة لناس بشكل صحيح على تليفوناتهم او في الماكينات الخاصة بالبنوك. بدأت المواقع تنشر الأخبار وتتنقلها طبعا صفحات ومواقع السوشيال ميديا، حالة من اللخبطة واللغط انتابت كل الناس. هو ايه اللي حصل؟ هو كل واحد عنده محفظة إلكترونية بدأ يفتح تليفونه ويطمن على فلوسه، وانهالت المكالمات طبعا على شركات الاتصالات والبنوك علشان الناس تعرف هي أسباب العطل ايه وموقف الأرصدة كان ايه. حجم الاتصالات اللي تلقتها الشركات كان كبير جدا، لأن لو يعني ده هيتضح لحضراتكم ازاي، ان احنا نقول لكم ان عدد العملاء اصلا اللي عندهم محافظ الكترونيه بيوصل لحوالي 20 مليون مواطن بيستخدموا التطبيقات الالكترونيه اللي بتعتمد على تحويل واستقبال الفلوس. هي طبعا خدمة المحافظ الإلكترونية دي من الخدمات الهامة جدا بالنسبة لكتير من الناس، سهلت علينا بقى حاجات كتير، سهلت تحويل واستقبال الفلوس، دفع الفواتير وغيرها. مش بس كده، ده كمان وفرت على الناس مشاوير البنك والزحمة اللي كنا كلنا بنعاني منها على مدار سنين فاتت. عشان كده عايز أقول لحضراتكم إن خدمة المحافظ الإلكترونية بتحظى باهتمام بالغ من الناس، وعشان كده لما حصلت المشكلة النهاردة الناس اتخضت، ما بقتش عارفة هو إيه اللي حصل وإيه سببه وموقف فلوسهم إيه. لكن بعد ساعتين أعلنت شركات الاتصالات عودة خدمة المحافظ الإلكترونية لطبيعتها. خلونا نشوف المواقع الإلكترونية اتعاملت مع الخبر إزاي. موقع مصراوي حاول إن هو يعرف سبب تعطل المحافظ الإلكترونية وبحث عن مصادر وكتب مصادر بتوضح سبب نقص وزيادة رصيد المحافظ الإلكترونية اللي هي خدمة الكاش اللي احنا بنتكلم عنها. كل المواقع كمان بتنقل طبعا عن مصادر عشان ما كانش فيه لسه بيان رسمي بيوضح هو إيه اللي حصل. فموقع صدى البلد نقل عن مصادر أيضا إن هناك مشكلة فنية وراء تعطل بعض خدمات المحافظ الإلكترونية. موقع اليوم السابع نشر بقى خبر إن المحافظ رجعت لطبيعتها، فكتب بعد خطأ في ظهور الأرصدة عودة خدمات المحافظ الإلكترونية لطبيعتها. الحمد لله خدمة رجعت بسرعة، يعني بنكلم من الناس يعني الأمر بدأ إنه خلاص تدركناه، لكن إحنا عايزين نعرف إيه اللي حصل بقى على مستوى الأرض. يعني خلاص إحنا عرفنا الخدمة راحت والخدمة رجعت وكان خطأ فني، بس خلونا نعرف إيه نوعية الخطأ الفني. دكتور وليد حجاج خبير أمن المعلومات، برحب بحضرتك معنا يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم وكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. خليني الاول انا عايز اعرف هو ايه اللي حصل النهارده، يعني ايه اللي حصل وخلى فيه ازمه عطلت المحافظ الالكترونيه اللي موجوده عند الناس. طيب هو قبل ما هقول لحضرتك ايه اللي حصل، انا بس حابب اقول لحضرتك ان لما ذكرت حضرتك 20 مليون محفظه موجوده، حضرتك كنت بتتكلمي على شركات الاتصالات، لو ضمنا ليهم البنوك كمان بالمحافظ بتاعتها فاحنا نوصل ل 40 مليون مستخدم تقريبا عندهم محافظ في مصر. بالظبط كده. ومنهم حوالي 25% يعني ما يقرب من 10 مليون بينتموا لشركه واحده من شركات المحمول. الشركه دي هي اول شركه عملت المحافظ، ولذلك كل الناس بتطلق على المحافظ بتاعتها اسم واحد مهما كانت تنتمي لانهي جهه. صحيح. يعني ساعات المحفظه هتبقى بتنتمي البنك ويطلقوا اسم شركه الاتصالات دي على المحفظه. وبالتالي لما حصلت الدوشه النت كلها والسوشيال ميديا ما قالتش غير الاسم ده، اسم شركه الاتصالات دي. صحيح. لان هي عندها اكبر حجم عملاء واكتر واحده مشهوره لان هي اول واحده عملت المحفظه. طيب اللي حصل ده حصل ايه؟ طبيعي حضرتك ان المحافظ دي كلها مربوطه بسيستم واحد موحد مركزي. السيستم ده لما جه يتعمل له تحديث خلينا نفصل ما بين حاجتين، المحافظ معموله من خلال سيستم مركزي ولكن الارصده بتبقى موجوده عند الشركات. يعني الارصده دي في نسخه منها بتبقى عند الشركات على السيستم بتاعهم ونسخه في السيستم المركزي برضه. اللي حصل هي عمليه تحديث طبيعيه بتحصل من وقت للتاني، ولكن خلينا نتفق ان اي عمليات تحديث وارد جدا في اي نظام تشغيل تكنولوجي ان يحصل فيها
بعض الاخطاء الغير متوقعه او بيطلق عليها جليتش او مشكله بتحصل. بس اسمعني يا دكتور وليد بعد اذن حضرتك في النقطه دي تحديدا، احنا معتادين ان لما بيحصل تحديث لاي حاجه يمكن حتى مثلا الخاصه بالبريد، احنا بنتكلم حتى عن ماكينات الصرف الالي الخاصه بالبريد المصري، بنتكلم عن بنوك، لما بيحصل تحديث او بيبقى هيحصل تحديث يعني في السيستم بيبعتوا رسائل بيقولوا ان ممكن ان الخدمه تتوقف لمده كذا، فيعني الناس تاخد بالها، لكن تحديث ويحصل انقطاع او تعطل للخدمه او لخبطه هو ده اللي يعني المفترض كانوا اعلنوا ان هيحصل تحديث، ولا ده ما بيحصلش في العادي؟ كلام حضرتك سليم. لا لا كلام حضرتك سليم جدا جدا جدا، ولكن التحديثات في نوعين من التحديثات، نوع اسمه مينوريتي وماجوريتي، يعني تحديث ضخم وتحديث ضئيل. التحديثات الضخمه بتبقى مترتب لها ومعمول حسابها وفي نفس الوقت معروفه العواقب بتاعتها والسيناريوهات اللي هتتم فيها. التحديثات الصغيره اللي بتبقى معموله ساعات بتطلع عن النطاق الطبيعي وبيحصل اخطاء غير متوقعه وغير وارده في الفيديو. كويس. ففي الحاله دي بتسمع مع الناس. ونظرا ان السيستم كله في الاخر سيستم مركزي، فلما حصل العطل سمع عند ناس كتير. والاعتماد الناس على الخدمه الموضوع اتعرف بسرعه وبدا ينتشر على السوشيال ميديا، واللي خلاه يعني كان نار في الهشيم ان الناس كلها بدات تقول ايه ده هاكينج، ده اختراق. بالظبط. الناس لان الناس مش لاقيه فلوسها. ده بالظبط كده زي ما حضرتك في التطبيق العادي بتاع البنك الابلكيشن نازل عندك، او تطبيقات اللي هي التحويلات الماليه اللي بقت منتشره في الشمول المالي زي ان التابيه تابع للدوله، لو حضرتك بتعملي استعلام عن رصيدك وفي مشكله في البنك او تحديث وقافل السيستم ما بيردش عليك بالرصيد بتاعك قد ايه. صحيح. او ممكن يدي لحضرتك الرصيد غير متاح، فحضرتك تتخيل ان فلوسك راحت. كل الكلام ده وارد جدا في اي نظام. هو انا بس سؤالي علشان انا لفت انتباهي في الخبر اللي مكتوب يا دكتور وليد، وانا عايزه تفسير من حضرتك سريع، هي الناس لقت ان مثلا حساباتها نقصت، يعني الفلوس اللي بتروح فين؟ يعني لما بيحصل حاجه زي كده والناس تلاقي ان الحسابات نقصت او حصل تحويل، ده بيحصل ازاي؟ حضرتك كل الانظمه ليها باك اب، وباك اب الباك اب، يعني في اكتر من نسخه احتياطي للانظمه، وبالتالي ما مش هيحصل ان حد فلوسه تضيع. لا هو النهارده الشركه ردت فلوس لناس سواء بشيكات او رجعتها تاني برسائل وقالت ان الفلوس رجعت، الشركات عموما اللي موجوده. هم يقصدوا بهي رجعت اللي هو النظام رجع والدنيا اتظبطت، لكن الفلوس ما اتاخدتش من الحسابات، اصل الفلوس دي في الاخر مش ورق محطوط، دي ارقام بيقراها السيستم. ما انا عشان كده سالت هو ده معناه ايه؟ ما انا بسال حضرتك عشان كده. التحديثات ساعات بتخلي حضرتك والتحديث شغال يدي لحضرتك حاجات غير الواقع او غير حقيقيه، لانه ما زال شغال. حضرتك لو بتعملي تحديث لويب سايت وبتعملي موقع الكتروني وحد بيفتح الموقع هيلاقي الصور اماكنها متنعكشه والكلام اللي مكتوب مش متناسق، ده امر طبيعي على اي تحديث، وبالتالي انا بطمن الناس ان الحاجات دي لما بتحصل في نسخ كتيره جدا من الداتا محفوظه في اماكن كتيره بحيث ان نقدر نعرف مين كان ليه ايه، وبالتالي برضو في ناس كانت بتقول ان في رصيد عندها زاد، ده اكبر دليل ان السيستم كان بيقرا حاجات غير طبيعيه نتيجه الجليتش او اللي هو بتاعه التحديث حصل خطا. يعني نطمن يا دكتور وليد ونطمن مشاهدينا. طبعا يا فندم، لان كل الفلوس والحاجات الماليه في مصر ليها اكثر من سيرفر باك اب وليها اكثر من نسخه احتياطي. كويس، انا بشكر حضرتك جدا دكتور وليد حجاج، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا يا فندم.